السلام عليكم أخواتي الفاضلات. موضوعنا اليوم هو كم من الوقت تحتاجينه لحدوث الحمل بعد الزواج؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بالضبط كم من الوقت سوف يستغرق الحصول على حمل ناجح بعد الزواج، ولكن يمكننا أن نقول كم من الوقت عادة ما يستغرق الأزواج بعد الزواج للحصول على حمل ناجح. معظم الأزواج يتمكنون من صنع حمل ناجح في غضون 3 أشهر. 30% من النساء تحبل حوالي شهر واحد بعد الزواج. 59% من النساء تحبل في غضون 3 دورات حوالي 3 أشهر بعد الزواج. 80% من النساء تحبل على نحو 6 أشهر بعد الزواج. 85% من النساء تحبل خلال 12 دورة حوالي سنة واحدة بعد الزواج. 91% من النساء تحبل في غضون 36 دورة حوالي 3 سنوات بعد الزواج. و93-95% من النساء تحبل خلال 4 سنوات بعد الزواج. إذا حاولت الحمل لمدة عام من دون نجاح، اطلبي المساعدة من طبيب أخصائي النساء والتوليد. في حال كان لديك مشكلة في الخصوبة، فمن الأفضل الحصول على المساعدة حتى لا تضيع سنوات ثمينة من عمرك. حوالي 80-90% من الأزواج يصنعون حملا ناجحا بشكل طبيعي. يتم تشخيص 10% في نهاية المطاف بالعقم الغير المفصل.